مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام اينما كنتم، واهلا بكم معنا في نشرة الثامنة من البريطانية. نبداها بالعناوين. وزارة البيئة والتنمية المستدامة تنظم يوما لإعادة تشهير وتأهيل المقطع رقم 6 من مشروع الحزام الأخضر. الحملة التحسيسية لشرح مضامين الأيام التشاورية حول الحوار الوطني تتواصل بالداخل وسط حضور مكثف للمواطنين وتفاعل مع أهداف هذه الحملة. وفد البرلماني المكلف بالبيئة يؤدي زيارة اطلاع وتفقد لشركة مناجم نحاس موريتانيا بمدينة جوجت. مرحبا بكم. نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة يوما لإعادة تشهير وتأهيل المقطع رقم 6 من مشروع الحزام الأخضر الواقع لمدينة نواكشوط من ظاهرة زحف الرمال. ويستهدف هذا التشهير إعادة تأهيل حوالي 40 هكتارا من المقطع المذكور الذي يضم 84 هكتارا، وذلك بمشاركة قطاعات الداخلية واللامركزية والعدل والشؤون الخارجية والتعاون. المقطع السادس من مشروع الحزام الأخضر لحماية مدينة نواكشوط من زحف الرمال والمد البحري كان وجهة قطاع البيئة والتنمية المستدامة، حيث عبأ طواقمه الفنية ومعداته اللوجستيكية من أجل إعادة تأهيل حوالي 40 هكتارا من هذا المقطع. قطاعات العدل، الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية واللامركزية شاركت في هذا اليوم من خلال غرس العديد من الشجيرات في أماكن خاصة بكل قطاع. وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد أمضي كامرا شكر القطاعات الوزارية التي شاركت في هذا اليوم وتلك التي شاركت في الأيام الماضية على التعبئة والتواجد المتميز، مؤكدا أن البرنامج الخاص بحماية العاصمة من زحف الرمال والمد البحري حقق نجاحات كبيرة بفضل إدراك الجميع لأهمية المحافظة على البيئة بشكل عام. بالنسبة لقطاع العدالة جينا هون لهذا المقطع المخصص لنا، وهنا الطاقم كامل، وأرجو أن يفهم الشعب الموريتاني وسكان هذه القرى اللي حافينها الرمال عن هذا عمل جبار، وعن يارته يتابع ويعود كل حد وحده حتى يقع مثلا في المكان اللي هو ساكن فيه يقوم زاد هو بيغرس الشجرة اللي مهم للغاية، وينعكس على البيئة، ينعكس على الأمطار، ينعكس على المناخ. قطاع الشؤون الخارجية والتعاون أنه كان له الشرف الكبير اليوم أنه يحضر في هذه العملية المهمة، واللي أنا شخصيا فوجئت بالتطورات اللي خلقت هون على أرض المكان، لأني حضرت له في البداية أول فرصة تتاح لي عقب ذاك نظرا لاشتغالات عدة، هذه الفرصة اللي هي وفوجئت فعلا بالحمد لله إذا النبات والتطور اللي خلق، ويبشر بخير على إن شاء الله التصحر يقاوم ملي بجدية وبجدارة. وإن فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز فعلا المشروع اللي انطلق مشروع هام، مشروع وطني، ويصب تماما في اهتمامات السلطات العليا للبلد، ذاك اللي من شأنه انه يوطد التنمية ويعززها فينا. كيف تعرف التصحر كارثة، وهذا طبعا يمكن من زحف الرمال نحده منه، وانه ان شاء الله عقب قاع يوقف. قطاع وزارة الداخلية واللامركزية جينا حدود الساعة 7 بجميع أجهزة الوزارة الأمنية والمدنية، وبدأنا العمل بهذا المقطع اللي قال الوزير ذلك لأنه 20 هكتار. هون لهم نقول لأنه واجب وطني فينا اللي نقوم به، اللي أهمية هذا التشجير اللي له من توقيف زحف الرمال وانخفاض منسوب البحر، إذا أنه مهم. وانطلاقة فخامة الرئيس محمد عبد العزيز هون 2010، وكل سنة يتواصل فيه ذاك العمل اللي ذاك. إذا أن نشكر الأجهزة اللي حضرت هون كاملة واللي عبأت جميعا وبدأوا يشتغلوا. يشار إلى أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة عبأت عبر الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير كافة الوسائل اللوجستيكية لضمان نجاح هذا التشجير والاستفادة من التساقطات المطرية الأخيرة على العاصمة.
كما وفرت فرقا عديدة لإرشاد وتعطيل القطاعات المشاركة من أجل احترام المسطرة الفنية الواجب اتباعها في عمليات إعادة غرس الشجيرات في المقاطع المحتاجة لإعادة التأهيل. جاء في بيان صادر اليوم عن وزارة الصحة أن مصالحها أبلغت بأن حالة وفاة يشتبه بأنها نتج عن حمى نزيفية وقعت في المركز الصحي بمقطع حجار، وأن المتوفى قادم من بلدة ترغيلين تابعة لمقاطعة المجرية. وقد تأكد بعد الكشوفات والتحاليل المخبرية أن المصاب قضي بسبب حمى الوادي المتصدع. وقد اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات لتعزيز المتابعة والمراقبة الوبائية مع التبليغ اليومي والأسبوعي عن الحالات المسجلة وتعميم التعليمات العملية للتكفل بالحالات على مستوى الوحدات الصحية. وأشار البيان إلى أن موسم الخريف تظهر فيه دائما حالات معزولة من الحميات النزيفية يتم التكفل بها جيدا من طرف الوحدات الصحية وتتطور إلى الأحسن. وأكد البيان أن كافة الإجراءات الضرورية قد تم اتخاذها وأن الوضعية تحت السيطرة وتجري متابعتها بدقة. ترأس وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة السيد سيدنا علي محمد خونة في مدينة كيف اجتماعا موسعا بحضور أطر ومنتخبي ووجهاء المقاطعة. وتحدث الوزير في هذا الاجتماع عن أهمية الحوار المرتقب، مبرزا أن الحوار يمثل استراتيجية لدى رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. جمع غفير ومتنوع من منتخب وأطر ووجهاء وساكنة ولاية الأصابة حرص على المشاركة في هذا اللقاء التشاوري الموسع الذي ترأسه وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا علي والمحمد خونة بحضور والي الأصابة السيد محمد الحسن والمحمد سعد والسلطات الإدارية والعسكرية في الولاية. السيد الوزير أكد خلال الاجتماع حرص السلطات على إطلاق حوار شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسية في البلد، موضحا أن عالم اليوم يتيح خيارين لا ثالث لهما. ونقول كل جديد أعلن خالدين لا طريقين، طريق قايسة الديمقراطية وطريق قايسة الفوضى. طريق الديمقراطية هي اللي تحقق للشعوب السلم الاجتماعي والنمو ودولة القانون، والطريق اللي قايسة الفوضى اللي هيتحقق اللاذاك اللي ينجبر في الفوضى المآسي والديقات والأموات والأمراض وذاك كامل اللي تعرف. وهون يلا نعودوا عارفين لأن الشعب هو الحكم، الشعب هو اللي يالله يدير ثيغته ويعطي رأيه. مشكلة كاملة كبيرة لهي يعدل فيها لا ذاك اللي يقول الشعب، هذه مشكلة موريتانيا ما عندها من سبيل على انها يكون تعود في ديمقراطية وفي دولة قانون. وهذا ما تقدر تجبره ما هو بالحوار وتعود تتحاور وتتناقش واللي توافقت عليه اتقنوا. إذا إلين يعودوا أحزاب منا ما هم قابلين يجلسوا على طاولة الحوار، يا الله الشعب يتكلم. لا تتمونا إلا على ذوك اللي طابين عليه الرئيس، هو اللي عدل كل شيء، هو اللي عدل كل شيء الشعب، وهو اللي الله يعطي رأيه، وهو اللي الله يتكلم، وهو اللي الصبح له يدير أصواته في الكيس. إحنا ولله الحمد عندنا قيادة رشيدة، ومن الساعة اللي قبض محمد بن عبد العزيز الحكم قبض اختيار استراتيجي، هو اختيار الحوار. به اللي الحوار هو اللي تقد تنجبر به ديمقراطية في بلد كيف تبلدنا، وهو اللي تليق لنا. ودليلها على ان 2008 لين دخلنا ذاك المهزق اللي تعرفوا كاملين ما اخذنا منه يكون عاقب حوار. المتداخلون خلال الاجتماع أشادوا بما تم حتى الآن على طريق الحوار الشامل، وطالبوا جميع الأطراف السياسية بالمشاركة فيه وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الشخصية.
كما صبت بعض المداخلات في اتجاه توطيد وتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية اللحمة الاجتماعية والتعاضد والتآزر بين مختلف فئات المجتمع. ولم يخلو الاجتماع من مطالب مشروعة للسكان في العصابة، وقد ركزت أساسا على قضايا توفير المياه وإنجاز المخطط العمراني لمدينة كيفة وتحسين أداء قطاعات التعليم والصحة وتجديد الطبقة السياسية وإشراك الشباب في العملية التنموية. وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنت الإدارة حل ضيفا على المحطة الجوية لإذاعة موريتانيا في كيفة، وذلك رفقة والي الولاية في لقاء مباشر مع المواطنين تطرق لأهداف جولة السيد الوزير في الولاية، وتمت خلاله الإجابة على تساؤلات المستمعين حول الحوار وحول كافة القضايا التي تهم ساكنة الولاية. وفي ولاية الحوض الغربي أشرف وزير المالية في مدينة كوبني على مهرجان تم فيه استعراض الأهداف العامة لزيارات الوفد للولاية، والتي قال الوزير إن من أبرزها اطلاع المواطنين على جدوائية الحوار كمخرج وحيد لبلادنا من التجاذبات السياسية وخلق أفق تنعم فيه بلادنا بالاستقرار والنماء. مدينة كوبني شكلت المرحلة الثانية لشرح نتائج الأيام التشاورية الممهدة للحوار الوطني المقرر انطلاقها بداية شهر أكتوبر القادم، والتي ينفذها وزير المالية السيد مختار الجاي لولاية الحوض الغربي. خلال اجتماع أعد لهذه المناسبة استعرض السيد الوزير الوضعية الاقتصادية الحالية للبلد والتطورات الحاصلة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما استعرض أيضا مسيرة الحوار. وضعية البلد الحمد لله وضعية جيدة، معدلات النمو الحمد لله عندنا ما زالت معدلات محترمة، معدلات قوية. معدل النمو هاي السنة من المتوقع أنه يعود في حدود 4.5%. مهرجان الشنقيطي السنة الماضية ادعى دعوة علنية لحوار وطني مفتوح للموريتانيين كاملة بدون إقصاء وبدون سقف، وبالتالي شك الرأي العام كامل وشكينا كاملين ألن ما تلفهم أي عقبة ذن الموريتانيين يتنادى لطاولة الحوار ويناقشوا مشاكلهم كاملة ويتوافقوا على أساسيات اللي هي أساسيات البلد. وجهت لهم الحكومة رسالة رد على رسالتهم اللي كانوا مشترطين فيها للحوار يشمل واحد من 14 نقطة، مشات لهم الحكومة رسالة فيها 28 نقطة فيها نقاطهم كاملة طرحوا، وفيها النقاط قطوا طرحوها اتجاهات سياسية أخرى وطرحوها مواطنين وطرحتها قوى حية على أنهم مستعدين للحوار بهذه النقاط بدون قيد أو شرط. الوزير استمع أيضا خلال هذا اللقاء الذي ضم إلى جانب أعضاء الوفد المرافق السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين وجمع من أطر المقاطعة والفاعلين الجمعويين لآراء ومقترحات تمحورت في مجملها حول الحوار الوطني. وكان عمدة بلدية كوبني السيد عثمان والسيد أحمد الحبيب قد ألقى كلمة ترحيبية نوه فيها بجهود الحكومة في جميع المجالات، مؤكدا تشبث سكان بلدية كوبني بالخيارات الوطنية. وحول ضرورة وأهمية الحوار والآمال المعلقة على ذلك أدلى عدد من المشاركين إلى الموريتانية بالآراء التالية: الحوار يبقوه به اللي يبقوا العافية ويبقوا السلم ويبقوا التآخر، وهذا يجي جبر الله بالتفاهم مع الناس وحل المشاكل اللي كل شيء قاعد يسوي شنوه هو اللي يقدر يصلح بيش. ما في جماعة لا يقدر تصلح بشيء شنوه ما هي بتحاوره العمر العاد مشترك في بناته. بالنسبة للحوار ظهر إنه ما كان يقدر يخلق سابقارك، لأن في أولويات كانت تحتاج لها الدولة تثبت ياكش الحوار، وهذه هي فطرته اللي يحتاج لها الشعب الموريتاني. يذكر أن وزير المالية السيد مختار الجاي أجرى قبل ذلك لقاء حصريا مع المحطة الجوية لإذاعة موريتانيا بالعيون، تناول خلاله بشكل مباشر الوضعية الحالية للبلد داعيا السكان للمشاركة في الحوار. ورد السيد الوزير على جميع الأسئلة المتعلقة بأهمية الحوار والنقاط الجوهرية التي تم طرحها في اللقاء التشاوري التمهيدي. وفي مدينة سيدي بابي أشرف وزير المياه والصرف الصحي على اجتماع ضم السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين ووجهاء وعيان المدينة. وخلال هذا الاجتماع استعرض وزير المياه والصرف الصحي الخطوط العريضة لبرنامج زيارته لولاية قديماغة، وقال إن الهدف من هذه الزيارة هو شرح أهداف ومضامين اللقاء التشاوري المنظم أخيرا حول الحوار المرتقب. من رحم أعمال اللقاء التشاوري الموسع التمهيدي للحوار الوطني الشامل
ولدت إرادة تحسيس بأهمية جلوس الجميع إلى مائدة بحث القضايا الوطنية بمنتهى الصراحة وأرفع درجات الإيمان بأن الوطن فوق كل الاعتبارات. وفي ذلك المنحة كان سكان ولاية قيديماقة كغيرهم من الموريتانيين محط اهتمام بهدف إطلاعهم على أهمية المشاركة فيما يخدم مستقبل البلد حتما عبر التشاور. بعثة التحسيس في ولاية قيديماقة مرؤوسة من قبل وزير المياه والصرف الصحي السيد إبراهيم المبارك والمحمد المختار بدأت تقريب مفاهيم التشاور الموسع والدعوة لضرورة مساهمة الجميع في الحوار المرتقب من مدينة سيلباب عاصمة المقاطعة المركزية، حيث كانت اللغة السائدة والنهج العام للقاء يصبان في قوالب المصلحة العامة للوطن. هذه الرؤية المتبصرة وهذه الحالة اللي مريحة هي اللي ادات فخامة الرئيس من 2011، نقدر نقول من 2010، ونقدر نقول من 2009، انه ما قد خلقت فرصة ما طلب فيها جميع الموريتانيين انهم يتحاوروا فيما بين، يتحاوروا ما يدور بها حاجة خاصة، بلي الحالة هي اللي قلت، الحالة الأمنية جيدة، الحالة الاقتصادية جيدة، مشاريع واعدة، البلد في استقرار بالرغم من المنطقة اللي فيها اللي تعرف الضرابات، ناتج أيضا عن كون الحوار مبدأ شرعي يحث عليه ديننا الحنيف من أجل المساواة والعدالة بين الموريتانيين، هو أيضا أسلوب حضاري لترسيخ الديمقراطية والتطوير الأمم، هو أيضا مطلب واضح للشعب الموريتاني. مداخلات أعضاء بعثة التحسيس بدأت بتعقيب أكد بتفصيل حاجة الجميع إلى بعضه البعض تحت عنوان الحوار الوطني الشامل. وتطرقت المداخلة الثانية لدور أحزاب الأغلبية في تفعيل سبل إنجاح الحوار المرتقب، أما الثالثة فكانت عرضا عن التنوع كمصدر ثراء للمجتمع الموريتاني. والي قيديماقة سيد محمد الكاحل رتب أولويات مصلحة المواطن في ولاية قيديماقة مستهلا عدها التنازلي بالحرص على المصلحة العامة للوطن والمبنية على ضرورة حوار يذلل عقبات التنافر. أما مداخلات الحضور من سكان سيلباب فقد حملت عبارات الترحيب بنهج قويم يخدم الوطن ويهيئ الجميع للتحاور المفضي إلى تجاوز الخيارات الضيقة. قيديماقة كاملين مؤيدين الحوار، من اللي نعرفه عنه هو النهج الوحيد وهو الاستراتيجية الوحيدة اللي نقدر نخرج منها، لأن قضية فعلا فهم هيكلة تنفيذية هي اللي مكلفة بتنفيذ كافة المشاريع في الوطن، يرى الهموم الأخرى تشغل نحن المواطنين. لقاء بعثة التحسيس لسكان سيلباب شكل في مجمله إجماعا على الأخذ بأسباب التسريع بحوار وطني شامل. تتم السيد إبراهيم المبارك محمد المختار وزير المياه والصرف الصحي زيارته الميدانية لسيلباب باستعراضه جهود القطاع عبر المحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا، موضحا الخطوات الهامة التي قطعتها البلاد بفضل سياسة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الهادفة إلى إسعاد المواطن أينما كان. في ولاية غرغل أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بمدينة مقامة على فعاليات مهرجان تحسيسي حضره أطر ومسؤول المدينة، وتناول اللقاء شرح مضامين الحوار الوطني المرتقب وضرورة انخراط جميع الفرقاء السياسيين فيه، واستعرضت الوزيرة الإنجازات التي تحققت في بلادنا خلال السنوات الأخيرة وحرص القيادة الوطنية على مواصلة نهج الإصلاح والتنمية في كنف الوئام والمصالحة الوطنية. الإنصات والانتباه من أدبيات الحوار لمعرفة وجهة نظر الطرف الآخر وما لديه من أفكار. حوار الأطراف السياسية في بلادنا ما له وما عليه وما تم التوصل إليه استعدادا للحوار الشامل المرتقب هو ما بينته وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة فاطمة بنت حبيب أمام سكان مقاطعة مقامة بولاية غرغل، وحثت على الحوار وضرورة المشاركة فيه وأنه على الجميع تحمل المسؤولية تجاه الوطن في ذلك. هذه الأيام التشاورية الممهدة للحوار الشامل اللي انطلقت للشهر
وشاركت فيها الناس كاملة، وهذا النقاش مفتوح ولا فيه خطط حمراء ولا فيه حظر، جميع النقاط انطرحوا فيه، ما فيه أي مجال ما وناقش في هذا، وكل رجاج أعطى رأيه بصفة حرة بدون مضايقات، وهذا كامل مقبض بعين الاعتبار. ومعالي الوزير الأول عدل رسالة فيها نقاط كاملة ومشاها مجددا لجميع الموريتانيين المعنيين بالحوار بما فيهم ذوك اللي ما جاءوا. بذيك المناسبة احنا نحثوا على الحوار وطالبين من الناس كاملة تجي للحوار، بيدي هذا الوقت هو وقت الحوار ووقت تحمل المسؤولية، واللي ما تحمل مسؤوليته دور يشهد عليه التاريخ قطعا بأنه قصر في حقه. السيد الشيخ أحمد ولي الزحاف المكلف بمهمة بالوزارة الأولى عضو لجنة التحسيس تطرق في كلمته لمفهوم الحوار والأسباب التي دعت إليه وموقف الأحزاب المعارضة والموالاة منه. رئيسة مجلس إدارة مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال سيدة أمينة تصو ركزت في كلمتها على دور النساء في العملية التنموية بصفة عامة والحوار بشكل خاص، مبينة المكانة التي وصلت إليها المرأة في مراكز صنع القرار في السنوات الأخيرة، كما تحدثت عن الوحدة الوطنية ودور الحوار في تعزيز اللحمة الاجتماعية. والي ولاية غرغلة سيد يحيى ولي الشيخ محمد فال دعا سكان الولاية إلى المساهمة كل من موقعه في إنجاح الحوار الوطني الشامل، مؤكدا حرص الحكومة على تحسيس كل المواطنين بأهمية الحوار والاستماع إلى آرائهم. الحوار طريقة للفهم وسبيل للنجاح ومن وسائل الاتصال الفعالة التي توصل الأطراف إلى معرفة الحقيقة والأخذ بها. رانا داعمين هذا الحوار اللي هو ولا ما نقول دوقاكم نقول اننا داعمين وبه للحوار مصلحه نحن حاسه نحن الليات القاعدات اللي ما عندنا شيء للحروب ولا عندنا شيء للضيقات ولا عندنا شيء للمشاكل، زين عندنا الحوار زين عندنا حد. شرح وتوضيح مضامين التوصية المنبثقة عن الحوار التمهيدي وإشراك المواطنين في عملية الحوار والأخذ بآرائهم في مختلف مناطق البلاد هي أهم أهداف الحملة التحسيسية التي تقوم بها البعثات الحكومية في جميع ولايات الوطن. بعد مدينة تجيكجا وصلت البعثة الحكومية المكلفة بشرح مضامين وتوصيات الأيام التشاورية حول الحوار الوطني إلى مدينة تشيت التي نظمت بها مهرجانا تحسيسيا أكدت فيه رئيسة البعثة الحكومية وزيرة البيطرة تصميم بلادنا على تكريس مبدأ التشاور لخلق إجماع وطني حول مختلف القضايا التي تهم مستقبل وازدهار البلاد. في تشيت حلت القافلة الحكومية تحمل دعوة مفتوحة إلى المشاركة في الحوار المرتقب وشرحا مستفيضا لما خرجت به الأيام التمهيدية للحوار. وزارة البيطرة وجدت في الحديث أمام ساكنة تشيت عن خصوصية هذه المدينة العتيقة وما حظيت به من دعم من خلال الموسم السنوي للمدن القديمة سببا لاستعراض الأوضاع السياسية ومؤشرات النمو الاقتصادي في البلد، مبرزة أن أي بلد في العالم لن ينعم بالنمو من دون استذاب الأمن والاستقرار والانسجام الداخلي، وهذا ما جعل من الحوار هدفا وغاية لدى الحكومة. والمطالبة بالحوار لا تعني بضرورة وجود أزمة بل تعني نوعا من الارتباط بين الحكومة والبرامج المنفذة وحاشية المواطن. عادة الحوارات ما منع أن مدى طلبت فكرة الحوار ولا طلبت أن الأطراف كاملة تتحاور أن فهم أزمة ولا فهم إشكالية، يا غير مبدأ الحوار كاستراتيجية عند السيد الرئيس أن كل الموريتانيين كامل يعودوا على علم بذل يجرف وطنهم وشنه المشاكل المطروحة وكلهم يدريد البوفي كلهم يطرح فيها رأي من أجل يعود الإجماع اللي يتصاوب عليه الموريتانيين كامل بطياف بطيفهم السياسي وجمعياتهم وبنقاباتهم، كل موريتاني يعود عنده رأي في هذا اللي هو اللي عنده فيه سهم، معناه هنا نوع من الارتباط المباشر بين الحكومة وبرامج اللي تنفذ وحاجيات المواطنين ورؤيتهم في إطار تنمية دولتهم ومستقبلها. وهون نختار نأكد على عن جميع المسائل اللي خلق عليها الوفاق في إطار الحوارات كاملة كانت تنازلات من طرف الحكومة، هذا من اللي أكد رقبتنا ورقبة الحكومة وإصرار فخامة رئيس الجمهورية على عن الحوار أنه حل وأنه مبدأ وأنه أداة لترسيخ الديمقراطية ومواصلة التنمية. قبل ذلك كان عمدة بلدية تشيت السيد محمد والتياح قد رحب بالوفد الزائر وثمن المهمة ودعا السكان إلى التعاطي والتفاعل معها إيجابياً.
المتدخلون في اجتماع تشييد اجمعوا على أهمية الحوار وضرورته، وتقدموا بمطالب مختلفة تتعلق بقطاع البيطرة وقطاعات أخرى. بعد الشقة والنهي عن مركز صنع القرار لم يمنع مواطني تشييد من التفاعل والمشاركة في الهم الوطني والتعبير عما يعنيه الحوار بالنسبة لهم. بالنسبة للحوار رأينا فيه لوائح الموريتاني، لأننا ندعو له بالمشاكل كاملة تنحل إلى بواسطة الحوار، وأهميته ودوره أساسي بالنسبة لنا كشباب، وهو اللي يحل المشاكل، هو اللي يفكنا من البلابل والقلاقل اللي تخلق في المدن والدول الأخرى. ونحن بعد وصلنا إلى الموريتاني نختار الناس كاملة تجابر له لكنها تحل فيه مشاكلها بغض النظر عن ذيك الانتماءات الضيقة. الحوار والله المهم بالمهم شيء قد يصلح للمجتمع من جميع الطرق السياسية والمعنوية والتنموية. وبالنسبة احنا التشييد نعتبر عن شيء ما هو بالحوار، نظرا لأن مدينة قديمة ونعتبر أم للموريتانيا كاملة، ولم دائما حنونة وتبقية أولادها، نعتبر عن هالموريتانيا كاملين أولاد موريتاني وداعيتهم للحوار، لأن الحوار سنة حميدة. بالنسبة لنا احنا للتشييد الحوار مقوم مدى ما جابرت ولا تكلم، وما أقول أنها قاعد كل سامع كل وقت الثاني. أنا مواطن من قرية تاغريهيد تشييد، وشاكر الوفد الجاي ومطالب المواطنين بدعم للحوار واختياره والمصلحة العامة. ليس قريبا أن يتدعى سكان تشييد إلى اجتماع لشرح مضامين الحوار، ففي هذه المدينة يلقي التاريخ بظلالهم مجسدا حوارا دائما وعناقا أبديا مع الحاضر. شماد الأحمد لقناة الموريتانية تشييد. ودائما ضمن النشاطات التحسيسية التي تقوم بها البعثات الحكومية في الداخل، أشرفت وزيرة الشباب والرياضة السيدة كومبا في مدينة فذيرك على مهرجان تحسيسي حضره مسؤول وعيال المدينة. وأبرزت الوزيرة في كلمتها أمام المواطنين أنها جاءت محملة برسالة هدفها الأبرز هو خلق وعي راسخ لدى المواطنين بأهمية الحوار الوطني وجهود الدولة الرامية إلى اعتماده كنهج لا مناص منه لتكريس الديمقراطية. شكلت مقاطعة فذيرك المحطة الثانية لزيارة التفقد والاتصال التي تقوم بها وزيرة الشباب والرياضة السيدة كومبابا لولاية تيرزامور. وخلال وجودها في عاصمة المقاطعة اجتمعت الوزيرة رفقة والي تيرزامور سيد سلمو السيدي بمختلف القوى الفاعلة في المقاطعة، فأبلغتهم تحيات رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، مؤكدة عمله بكل تفان من أجل تطبيق برنامج الانتخابي الذي حصل على ثقة أغلبية الموريتانيين. قالت إن ما يقوم به في هذا الاتجاه لم يكن إلا بدافع المصلحة العامة والتطلع إلى تنمية البلد وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، مبرزة الإنجازات التي تحققت منذ وصوله سادة الحكم والتي شملت عدة مجالات من بينها التعليم والصحة والتنمية الحيوانية رغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم. ونبهت إلى أن الحوار الذي يدعو له رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز كان بدافع إيمانه بأن مشاركة جميع القوى الحية في البلاد هي ما يمكن أن يساهم بشكل حقيقي في تنمية البلد، مذكرة فيها الصدد بالحوارات التي شارك فيها الفاعلون السياسيون في داكار ونواكشوط والتي حرص رئيس الجمهورية على تطبيق كافة بنودها، وهو اليوم يعبر عن نفس الإرادة. تقول السيدة كومبابا في الاستعداد للحوار بل وبالدعوة له ليس من أجل تحقيق رغبة لبعض الأفراد أو الأحزاب السياسية، وإنما من أجل التطرق لكافة القضايا المطروحة من طرف القوى الحية في البلاد. ونبهت إلى أن ما جرى في نواكشوط ليس حوارا وإنما أياما تشاورية تمهيدية للحوار المرتقب، داعية جميع القوى الحية بمن فيهم المعارضة للمشاركة في الحوار خدمة لمصلحة الوطن. والي تيرزامور السيد سلمو السيدي أوضح خلال كلمة له بالمناسبة أهمية زيارة الوزير للولاية، مؤكدا على أنها تعكس اهتمام رئيس الجمهورية بكافة المواطنين. قال إن تنظيم الأيام التشاورية مؤخرا جاء من أجل إطلاق حوار يتجاوز جميع الإشكالات والخلافات المطروحة بغية تحقيق مزيد من الاستقرار في البلد، وذكر سكان مقاطعة فذيرك بأنهم يدركون أكثر من غيرهم أهمية الاستقرار الذي ينشده الجميع، وأن الأحداث التي جرت في مواقع المقيطي وتورين التابعة للمقاطعة خير شاهد على ذلك. قد لقي الاجتماع صدى إيجابيا من لدى سكان المقاطعة الذين عبروا عن أهمية الحوار المرتقب وضرورة المشاركة فيه. احنا سكان مقاطعة فذيرك مؤيدين
وداعي للحوار، الناس كاملة تشارك في الحوار، مصلحة المواطن الموريتاني يحاور ويعود في الحوار. وهذه المعارضة اللي دائما تابع من باب الوطنية، حد مواطن موريتاني مخلص يدخل الحوار ويصنع تاكل في المصلحة العامة كامل ويعود فيه ويعود منه. بالنسبة لنا نحن اللي في دارك ذا الحوار اللي مطارين لنا زين عندنا حتى، وراجين اللي تتوافقوا فيه كاملي شقاع كامل ما فيه الحوار ما هو نافع عندي عن، وراجل من عند مولانا الرئيس اللي يطول عمره اللي قاع جاب الحوار في الدولة. ذيك الساعة ما كان الحوار قاع خالق اللي يبغى شيء زين ما يبغى شيء الأول خالق. نادي بجميع المواطنين من كل ربع الوطن المساهمة في الدفع بعجلة الحوار إلى الأمام. هاي الناس اللي ما بيع عن الحوار للأسف اللي قد تعود مفتعلة على موقف به اللي حوار ما هم ديور الرقاج ما هم ديور في رقبة حبل يعني وفرصة على الرواية وقد يدخلها إلى عرض عليه شيء مقبول بها ونعمة إلى ما نعرض عليه ما فرض عليه. وكانت الوزيرة قد شاركت في برنامج تفاعلي مع مستمعي محطة إذاعة موريتانيا خصص للحديث عن كافة الجوانب المتعلقة بالحوار وردت فيه على أسئلة واستشكالات المواطنين. اختتمت عفوا البعثة الحكومية المكلفة بشرح مضامين اللقاء التشاوري التمهيدي للحوار الوطني في ولاية تريرزا جولتها التحسيسية في الولاية بلقاء جماهيري في مدينة وادناقة. وخلال هذا اللقاء طالب وزير التشغيل والتكوين المهني المواطنين في المدينة إلى تبني أو طالبهم بتبني أفكار وتوصيات اللقاء التشاوري الممهد للحوار الوطني، وذلك بترسيخ الوعي بضرورة الحوار الوطني وانصياع الجميع لمقتضياته. النقطة الأخيرة ضمن جولة بعثة الحكومة لشرح مضامين الحوار التمهيدي والاطلاع على أحوال المواطنين ضمتها خيمة واد الناقة. خلال اللقاء مع أطر المقاطعة استهل وزير التشغيل والتكوين المهني المختار مرالجا اللقاء بكلمة عرض فيها رؤية الحكومة لآفاق الحوار المنتظر، مبرزا أن الهجوم على رموز الدولة وثوابتها أسلوب مخالف للحوار. خالق الشيء ورك يتداول من طرف السياسيين كيف المس من الأشخاص العامة بدون مبرر. القاعدة يلا تتعود بين السياسيين وهل شان عام واحد منهم عنده رأي سياسي والله عنده سياسة معينة غريم السياسي ينقد فيه إلى عد ما ظاهر عنه يالته ينتقد يعود نقد إيجابي والله نقد بعض هو شان العام غير التعرض للأشخاص العامة خاصة مؤسسة رئاسة الجمهورية رئيس مؤسسة قبل أن يكون شخص انتخبته جماعة مهمة من الموريتان خالق شو من الأمور ما تليق تنقال لدى المؤسسة وذا ماني لين ندخل في تفاصيله. وشاكركم وشاكر ذي الوجوه وذي الوجهاء اللي حضر معانا والمشايخ. مستشار الوزير الأول في معرض حديثه أشار إلى أهمية مقاطعة واد الناقة في تسهيل مهمة البعثة بفضل أطرها وعلمائها، مضيفا أن الحكومة ارتأت أن تطلع المواطنين بشكل مباشر على مضامين وآليات الحوار. المتحدثون باسم سكان واد الناقة استعرضوا أمام البعثة أوضاع المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية مطالبين ببذل جهود إضافية للتنمية، مجمعين على أن الحوار الشامل هو الضامن الأساسي للتنمية. ظاهر لي عن الحوار رواية مهمة، وأنا بعد الحقيقة من هذا المنبر وحسب ما عرفت له الواد الناقة ندعم الحوار. ظاهر لي عن الحوار هو حل جميع المشاكل. ثم جئت الدور تجمع شمل موريتان، وهذا قطعا هو المفصول فيه به اللي ذكرته قبل في البداية عننا رقدوا بالسلامة وآمنين، لأن ما يخلق الوفاق بين المواطنين ويخلق السلم الاجتماعي ما قد تم ما هو لا يتم استمر. أقترح وأتمنى على السياسيين الرأفة بهذا البلد، الرأفة بهذا البلد حتى لا يصير في خبر كان. حوار سياسي ينحصر في هذه الخيمة التي تحفظ موريتانيا. وأهلا عنكم معالي الوزير، نجاحكم كحكومة يترتب في جلبكم الأطراف السياسية وخاصة الأطراف السياسية المهمة والمؤثرة ذا الحوار اللي مرتقب اللي لا يخلق ومهم عنه يخلق. واهلي عن التجربة اللي قلته 2009 و2011 وخاصة 2011 والحوارات الهامشية الأخرى. واهلي عن أدائكم 2011 ليلة عنه تراجع شوي في طريقة الحوار اللي خلقت. تختتم البعثة الحكومية مهمتها في ولاية تريرزة باكتمال الصورة في واد الناقة.
أدى وفد الشبكة البرلمانية المكلف بالبيئة من نواب وشيوخ يوم أمس زيارة طلاع وتفقد لشركة نحاس موريتانيا بأكشوشت، وتهدف هذه الزيارة إلى التأكد من مدى مطابقة الأنشطة الإنتاجية داخل هذه الشركة بالمعايير الدولية. تسعى الشبكة البرلمانية المكلفة بالبيئة من خلال هذه الزيارة إلى الاطلاع على عمل شركة مناجم نحاس موريتانيا أمساءً في أكشوشت، والتأكد من اتباعها للمعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه المصانع. الشبكة البرلمانية استهلت زيارتها باجتماع مع المدير العام للشركة وعدد من مسؤوليها. قدم خلاله المدير العام للشركة والقائمون عليها شروحا عن عمل الشركة وعن نظام السلامة المعمول به والجانب البيئي، حيث أكدوا أن الشركة تعتمد مقاربة للتخفيف من تأثيرات النشاط على البيئة والساكنة المحلية. وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، استعرض القائمون على الشركة بعض التدخلات الاجتماعية في المنطقة، منها توفير المياه الصالحة للشرب وفرص العمل والتكوين ومنح المتفوقين في البكالوريا والشراكة القائمة مع السلطات حول التعليم والصحة والزراعة والتكوين. وتجول أعضاء الشبكة في قلب المنجم وتلقوا شروحا مفصلة حول آلية العمل والقدرة الإنتاجية للمنجم. وشملت الزيارة مكب النفايات الخاص بالشركة، حيث أكد القائمون على أنه لا يشكل أي خطر على البيئة، مشددين على ضآلة المواد السامة في المكب وخضوعه لإجراءات السلامة المطلوبة. الشبكة البرلمانية للبيئة عقدت اجتماعا مع النقابات العمالية في الشركة وسمعت منهم لبعض الملاحظات والمطالب. تقتنى هذه الفرصة لأشكر السلطات الإدارية في الولاية والسلطات القائمة على هذا المنجم، اللي تحتنا هذه الفرصة نتلاقاو مع عمالهم ونتلاقاو ونشوفوا الإجراءات كاملة نتخذ هنا تياه. وبإذن الله تعالى في الأسابيع المقبلة ستكون هناك ورشة، ومن خلال ذلك الورشة يكون هناك توصيات بإذن الله تعالى ومتابعة هذه التوصيات لإيجاد بعض حلول المشاكل المطروحة. الشبكة البرلمانية المكلفة بالبيئة اجتمعت بمدينة أكشوشت بالساكنة المحلية التي قدمت جملة من المطالب، ورد رئيس الشبكة بالنظر في هذه المطالب وإيصالها إلى الجهات المعنية. دوليا، في هذه النشرة، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم إصابة ما يزيد عن 220 فلسطينيا في مواجهات مستمرة مع جيش الاحتلال في الضفة والقدس خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت السلطات الفلسطينية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة الثالثة واستنفار الطواقم العامة. حذر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم من أن فشل التحالف بين بلاده وروسيا وإيران والعراق سيكون مدمرا لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم متحدون في مكافحة الإرهاب وسينجحون في ذلك. هي العناوين. وزارة البيئة والتنمية المستدامة تنظم يوم لإعادة التشجير وتأهيل المقطع رقم 6 من مشروع الحزام الأخضر. الحملة التحسيسية لشرح مضامين الأيام التشاورية حول الحوار الوطني تتواصل في الداخل وسط حضور مكثف للمواطنين وتفاعل مع أهداف هذه الحملة. وفد البرلماني المكلف بالبيئة يؤدي زيارة اطلاع وتفقد لشركة مناجم نحاس موريتانيا بمدينة أكشوشت. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.